شعت شموس الهدي بالكلمات، فنارت الأفهام بالآيات. أسرج بنور العلم عقلا نيرا، وافتح من الألباب كل جهات. فالكنز علمك حين تنفقه زكاة، والمال لا يزكو بلا نفقات. بين الظلام وبين نور مشرق هدي ينير الدرب بالومضات. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. هذه الأشهر الثلاثة شهر شوال وشهر ذي القعدة وشهر ذي الحجة يقال لها أشهر الحج، وهذه الأيام أيام الإعداد للحج. وفي هذه الليلة نتحدث بإذن الله تعالى حول جوانب تتعلق بهذه الفريضة العظيمة. مع قطع النظر عن الآيات الكريمة الواردة في أهمية الحج والروايات الكثيرة الواردة حول أهمية هذه الفريضة، مع قطع النظر عن كل ذلك، فإن سيرة الأنبياء وسيرة النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسيرة أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين تدل على أنهم كانوا يولون للحج اهتماما عظيما. في الحديث الذي رأيته في هذه العجالة أن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله حج 20 مرة
ولعل الظروف لم تمكن النبي صلى الله عليه وآله أن يحج أكثر من ذلك. الإمام المجتبى صلوات الله وسلامه عليه، هذه الرواية مذكورة في سفينة البحار، والرواية الأولى مذكورة في بحار الأنوار. في سفينة البحار أن الإمام المجتبى صلوات الله عليه حج 25 مرة، وكان في جميعها ماشيا على قدميه. حتى إذا فرضنا أن الإمام صلوات الله عليه كان يحج من المدينة في جميع هذه الحجات، المسافة فيما بين المدينة المنورة ومكة المكرمة لعلها على ما ببالي حوالي 400 كيلومتر. القوافل القديمة الذين كانوا يذهبون إلى الحج رجالا، يعني راجلين، والذين كانوا يذهبون راكبين. الراكب المسيرة الطبيعية له في كل يوم كانت حوالي 44 كيلومتر، يعني تقريبا من كان راكبا كان يطول سفر حوالي 10 أيام. ولكن الإمام طبقا لهذه الرواية ذهب في جميعها راجلا ماشيا. الإمام مو واحد ما عنده شغل، الإمام هو القائد للأمة، الإمام هو قلب الكون النابض، كل ذرة في هذا الكون يرتهن وجودها بوجود الإمام بإذن الله تعالى. ولكن الإمام صلوات الله عليه يذهب 25 مرة ماشيا إلى الحج، هذا يدل على أهمية عظمى لهذه الفريضة. في بحار الأنوار أن أبانا آدم ذهب إلى بيت الله الحرام 1000 مرة، ذهب إلى بيت الله 700 حجة 300 عمرة، فالمجموع 1000. هذه العناية العملية بهذه الفريضة تدل على عظمة هذه الفريضة وأهميتها في منظار الأنبياء والأئمة صلوات الله عليهم أجمعين. والذين كانوا يعيشون البلاد البعيدة
حجهم كان يطول. الوالد رحمه الله كان يقول إن جدتنا خرجت إلى الحج من كربلاء في أول شهر رجب، وعادت إلى كربلاء في أول شهر رجب، يعني عام كامل. وقرأت في بعض الكتب قضية مجملها أن رجلا يقول إني رأيت حاجا شيخا تبدو عليه آثار التعب والإنهاك، رأيته في حالة الطواف، فقلت له من أين؟ قال من البلد الكذائي. قلت وكم طال سفرك إلى الحاج؟ قال 4 أعوام. هذا الرجل كان في الطريق. ثم قرأ هذه الأشعار: زر من هويت وإن شطت بك الدار، وحال من دونه حجب وأستار، لا يمنعنك بعد من زيارته، إن المحب لمن يهواه زوار. في هذا الحديث نشير إلى بعض أبعاد الحج بإذن الله سبحانه وتعالى. البعد الأول أن الحج يمثل مظهرا متميزا من مظاهر العبادة والعبودية. نحن البشر خلقنا للعبادة، كما أن الجن خلقوا أيضا للعبادة، كما هو صريح الآية الكريمة. العبادة والعبودية والتذلل أمام الله سبحانه وتعالى والخضوع أمام عظمته والتواضع أمامه سبحانه، هذا هدف في حد ذاته. يعني بتعبير العلماء في أماكن أخرى، هذا الهدف له جنبة موضوعية لا طريقية. العبادة هدف في حد ذاته، ولا تحتاج إلى هدف يترتب عليها. الفرد في وطنه تحيط به هاله ويعيش في موقع معين وضمن إطار معين، ولكن عندما يذهب إلى الحج جميع هذه الهالات تتحطم وجميع هذه الأطر تنتهي. ولذلك الحج يمكن أن يمثل مظهرا فريدا من مظاهر العبودية لله والخضوع لله والتذلل لله تعالى.
وإذا في الحج أي شيء ما كان إلا هذا لكفاه. أنقل لكم قضيتين في هذا المجال. القضية الأولى نقلها لي أحد العلماء، قال: كنا قد ذهبنا إلى الحج، في طريق الحج كنا في الانتظار أو ما أشبه، الجد أيضا رحمة الله عليه في ذلك العام كان قد ذهب إلى الحج، فيقول: فذهب إلى جانب من الطريق وجلس على جانب، لعله ذكر أنه فرش عباءته وجلس. يقول: فجئت إليه وقلت له: سيدنا، هذا الوضع مو ملائم إلكم، لأنه كان مرجع تقليد في ذلك الوقت، تعالوا إلى مكان آخر. يقول: فقال الجد: ما ترجمته؟ أترجم عبارته؟ قال: هذه سفرة العبودية، العبد أمام مولاه يكون عبدا، ونحن جئنا إلى هذه السفرة حتى تتجلى فينا العبودية لله سبحانه وتعالى. بعد هذه الاعتبارات لا يعتنى بها، واحد يجب أن لا يفكر فيها. قال: إن سفر بندقية. هذه القضية الأولى. القضية الثانية، هذه القضية تنقل عن العلامة الأميني مؤلف كتاب الغدير رحمة الله عليه، ينقل عنه أنه في عام من الأعوام ذهب إلى الحج، وذهب إلى عرفات في اليوم التاسع من ذي الحجة أو الثامن، لأن بعض الأفراد يتعجلون الذهاب إلى عرفات. يقول العلامة الأميني: فذهبت إلى عرفات ووجدت الموقف ممتلئا بالحجاج، ماكو أي مكان حتى أنصب خيمتي. هذه أشياء عجيبة تنقل في التاريخ، في الأحاديث أكو أنه إذا ضاق الموقف ماذا يفعلون؟ الروايات تقول يفعلون كذا، يعني يبدو الآن أنا ما أتذكر ضيق الموقف في الأعوام التي وفقت فيها للحج، أنا ما أتذكر. فكيف كان الناس يأتون؟ ولماذا كان الموقف يضيق؟ في رواية أنه في عهد الإمام زين العابدين صلوات الله عليه حج 4,000، يعني 4 ملايين، ذولا وين كانوا يروحون؟ على كل حال، فرأيت أنه ماكو مكان حتى أنا أنصب خيمتي في عرفات، وكلما بحثت هنا وهناك شفت ماكو مكان. يقول: في هذه الأثناء وإذا بي أرى في مكان بعيد، في مكان متسع من الأرض، وهنالك خيام يبدو عليها الجلال، ومجموعة من الشرطة أحاطوا بذلك المكان، مما يدل على أن هذا المكان محجور لرجل عظيم.
فيقول أنا ما اعتنيت، اجيت إلى ذاك المكان متغافلا وأخذت أنصب خيمتي، وإذا بالشرطة يأتون ويقولون ممنوع ما لك حق. قلت ليش ممنوع؟ قالوا ممنوع. قلت ليش ممنوع؟ قالوا هذه الخيام لأمير من الأمراء، وهذه المنطقة كلها محجورة لذلك الأمير. فقلت لهم العلامة الأميني بصوت مرتفع، فقلت لهم أمير، هذه الأرض أرض العبيد لا أرض الأمراء، روحوا إلى أميركم قلوا له خلي يرحل من هذه المنطقة، لأن عرفات للعبيد لا للأمراء. يقول فالشرطة ارتبكوا، ماذا يفعلون؟ وذهبوا كأنه راحوا ليتشاوروا، وأنا واصلت نصب خيمتي ونصبتها ولم يعودوا إلي، تركوني. الكلام أن هذه السفرة سفرة العبودية، وهذه الأرض أرض العبيد لا أرض الأمراء. في المطاف واحد يتحول إلى عبد بعيدا عن هذه الهالات، في عرفات يتحول إلى عبد، في السعي بين الصفا والمروة تتجلى فيه العبودية. إذن أول بعد من أبعاد الحج أنه يمثل مظهرا لعله فريدا، مظهرا فريدا من مظاهر العبودية والتذلل أمام الله سبحانه وتعالى. البعد الثاني، الحج يمثل دورة تدريبية مكثفة للانتصار في الجهاد الأكبر. الجهاد الأكبر يعني الجهاد مع الذات، الذهاب إلى ميادين القتال رغم أهميته، ولكنه عبر عنه في الروايات بالجهاد الأصغر. الجهاد مع الذات أهم أنواع الجهاد وأصعب أنواع الجهاد. واحد يتمكن يقاوم شهواته، يقاوم يتحكم في القوة الغضبية، يتحكم في القوة الشهوية، يتحكم في القوة الوهمية، هذا هو الجهاد الأكبر. وهذا كلش مشكل. يقال أن أحد الأولياء رؤية في يوم من الأيام فرحا، فقيل له لماذا أنت فرح؟ لعله قال ذلك للتعليم. قال أنا من 40 عام دا أقاوم حتى لا يكون في قلبي غير الله. هذا المفهوم أكو في الأحاديث
أنه واحد القلب حرم الله، فلا تسكن في حرم الله غيره. هذا المضمون مكرر في الروايات والأدعية. أنا 40 عام دا أقاوم لهذه الحالة حتى لا يكون في قلبي غير الله، حتى لا ألاحظ غير الله، حتى لا أخشى إلا الله، ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. ما كنت أتمكن. اليوم رأيت أنني انتصرت في هذه المعركة، بعد ماكو في قلبي غير الله. هذه قضية جدا مشكلة. كيف؟ هنالك دورات تدريبية، واحد يكافح هذه القوة، ولعله يمكن أن يقال هنالك دورتان تدريبيتان متدرجتان نحو هذا الهدف، متدرجتان هم من الناحية الكيفية، يعني شدة وخفة، وهم من الناحية الزمانية متعاقبتان. الدورة التمرينية الأولى شهر رمضان، شهر رمضان شهر التحكم، تحكم الفرد في ذاته. ولذلك واحد عندما يخرج من شهر رمضان تبقى بقايا هذه الحالة في نفسه. الكذب على الله إحدى المفطرات. إحنا رجال الدين مبتلون بقضية السؤال. واحد في شهر رمضان يواظب أن لا يكون في كلامه كذب على الله. بعد شهر رمضان واحد هذه الحالة يشوف قويت في نفسه، عندما يريد يتكلم يفكر. هاي دورة تمرينية. الدورة التمرينية الثانية اللي تعقب الدورة التمرينية الأولى شهر الحج، وهو يمتاز بتصاعد في هذه القضية. تتحكم في القوة الشهوية، القوة الشهوية جدا مهمة. بعض يعتقدون أن خريطة العالم عينتها في فترات من التاريخ بعض المؤرخين القوة الشهوية، غيرت خريطة العالم هذه القوة. حروب قامت لهذه القضية، شكد يقتلون، كم يحدث من الإجرام لهذه الشهوة، مليارات من الجرائم تحدث على أثر قوة هذه الشهوة، لعله مليارات في كل يوم. قيل لأحد المتقين إذا خلوك في بيت في غرفة وحدك وامرأة محرمة وحدك، وأي مانع ماكو، أي رقيب ماكو، والمرأة لا تمانع، وماكو أي خطر، بعدين واحد سمعة تروح كذا، والطريق ماكو للحلية، شنو موقفك؟ قال ما أدري، ولكن أعوذ بالله أن أتورط في خطيئة. يعني هذه الشهوة شهوة قوية. حج تحكم، تمرين على التحكم في هذه الشهوة. تقبيل المرأة حرام مطلق.
النظر إلى المرأة بشهوة حرام، لمس المرأة بشهوة حرام، ضم المرأة بشهوة حرام، الاستمناء بمختلف أشكاله محرم، العقد محرم، الخطبة محرمة، إلى آخره. القوة الغضبية، قوة الغضبية تتجلى في العلاقات الاجتماعية. الجدال محرم، تفاصيل هاي القضايا تطلب من الكتب الفقهية. أنا الآن دا أتكلم على نحو قضية المهملة. الجدال محرم، المفاخرة محرمة في الحاج، الشتم محرم في الحاج، هذا التحكم في القوة الغضبية، تمرين. ولذلك واحد بعد شهر رمضان وبعد الحج وأمثال ذلك يشعر أنه أكثر قدرة على التحكم في ذاته، هذا هو البعد الثاني. البعد الثالث، الحج دورة تدريبية مكثفة للنجاح في الجهاد الأصغر. الجهاد الأصغر مو بمعناه الضيق، يعني واحد يروح إلى ميدان الجهاد ويقتل أو يقتل. هذه الأمة وجدت لتبقى، هذه الأمة هي الأمة الأخيرة، وهذه الرسالة هي الرسالة الخاتمة. الأمة يجب أن تكون مؤهلة للبقاء. الحياة مو لعب، حياة جد، حياة جهاد، قلت مو بمعناه الضيق. الشجرة البرية هي التي تتمكن أن تقاوم التحديات، وإلا الفرد المدلل الناعم هذا لا يتمكن. الحياة تحتاج إلى رجال أقوياء أشداء. العبادات، انتوا لاحظوا نظام العبادات، نظام العبادات لعله تتجلى فيه هذه الحالة، حالة الإعداد، إعداد أمة يراد لها أن تبقى. نايم في الساعة الثانية مثلا، بعد ساعات قليلة وإذا بالمؤذن يؤذن، لازم تقوم من مكانك من الفراش الوثير، تروح تتوضأ. الوضوء مو دائما ماي حار أكو. واحد من أفراد نقل لي في مشهد القديمة أو نقل عنه أنه توضأ في غرفته فتجمد الماء على لحيته من البرد. الوضوء عملية شاقة، اطلع من غرفتك وروح وتوضأ، وفي العهود القديمة روح طلع الماء من البير وروح اغتسل في البير.
هذه حالة إعداد، يعني أن هذه الأمة تكون أمة الشجرة البرية اللي تتمكن أن تقف أمام العواصف. صلاة الصبح نوع من التمرين على ذلك، صلاة الليل نوع من التمرين على ذلك، وبالذات رجال الأعمال. رجال الأعمال خو ينامون من ساعة 8 بالليل، ينام بعد شوية لازم يقوم ولازم يركض. الصيام نوع من التمرين الشديد. الحاج، روح للحاج. لبس الخف والجورب الذي يغطي ظهر القدم محرم. هذا البرد الصحراوي القاتل، لعله هذا المضمون أكو في الرواية، ليذوق الحر والبرد، يذوق. التضليل للرجال محرم، لازم تاكل الحر والبرد. ما ادري رايحين من المدينه الى مكه في السيارات المكشفه، واحد اذا بالليل يروح يهلك من البرد، اذا بالنهار يروح يهلك من الحر. تمرين. تغطية الرأس للرجال محرمة، حتى بالارتماس في الماء محرم، حتى بحمل شيء على الرأس، مثلا واحد يشيل متاع على رأسه اللي يغطي رأسه، هذا محرم. النظر في المرآة، احنا متعودين ننظر في المرآة، هناك بعد واحد ما يتمكن ينظر في المرآة. الجندي ماخذي إلى ميدان المعركة، بعد مرآة ماكو هناك في ميدان المعركة. في التمرينات اللي يخوضها الجنود، بالذات الجنود الذين يعدون للمهمات الخاصة، تمرين عجيب. يعيفوا بالصحراء لازم تاكل. الآن مو كلامي في تأييد هذا الشيء. شنو تأكل؟ أكل ورق الأشجار، أكل حية في الصحراء، لازم يأخذ حية ويقطعها ويخرج السم منها بطريقة معينة، المنطقة المسمومة، ويأكلها وهي نية. هذا اللي يتمكن يقاوم. أما اللي فرد اللي متعلم على الراحة والنعومة والهدوء، الشاعر يقول: أنا في الحرب ما جربت نفسي، ولكن في الهزيمة كالغزالي. هذا يصلح للهزيمة حتى يركض. تمرين. حقيقة الحج نوع من أنواع الجهاد، حتى مع الوسائل الحديثة في صحراء المشعر. واحد في بعض الليالي يرجف إلى الصباح من البرد. يأخذوك يعيفوك في صحراء، لازم تبقى من الليل للصبح هنا. في عرفات واحد يهلك من الحر في كثير من الأحيان، ماي ماكو. هذا نوع، يعني هذه المجموعة، الأذان، صلاة الصبح، صلاة الليل، الوضوء، الاغتسال، هذه كلها أنواع من الإعداد، إعداد الأمة للجهاد الأصغر. هذا هو البعد الثالث. البعد الأول أن الحج يمثل مظهر من مظاهر العبادة والعبودية لله. البعد الثاني أن الحج يمثل دور
تمرينية للانتصار في الجهاد الأكبر. البعد الثالث أن الحج يمثل دورة تمرينية للانتصار في الجهاد الأصغر، ولذلك هذه الروح الوثابة التي تجدونها في المسلمين روح الجهاد الحقيقي بمعناه الأعم، هذه الروح تخلقها هذه الأشياء ولو واحد لا يشعر بها، لكن عملية تخليق تدريجية. البعد الرابع ونختم بهذا البعد الرابع هو البعد الذي يشير إليه بعض العلماء، ولعله يظهر هذا البعد من بعض الآيات ومن بعض الروايات الشريفة، وهذا البعد بعد مهم جدا كما يشير بعض العلماء. الحج فيه للمؤمنين بركات اللقاء بولي الله الأعظم عجل الله تعالى فرجه. بعض العلماء يعتقدون أن كل من يذهب إلى الحج ممن هو أهل لذلك من المؤمنين هذا يوفق للقاء ولي الله، وإن لم يشعر بذلك يرى الإمام ولا يشعر بذلك، وربما إذا يكون في درجة عليا يشعر بذلك أيضا. نظرة واحدة إلى الإمام ونظرة واحدة من الإمام ماذا تفعل في القضية المعروفة أن ترابة حافر جواد جبرائيل شنو أثرك؟ قال فقبضت قبضة من أثر الرسول، كان لها ذلك تلك القبضة كان لها ذلك الأثر. جبرائيل وين مع عظمته ومقامه وولي الله الأعظم؟ نظرة واحدة إليه أو نظرة واحدة من ماذا يترتب عليها؟ أي بركات تأتي في حياة الإنسان؟ هنالك بقطع النظر عما ذكره بعض العلماء في هذه القضية، بعض الآيات وبعض الروايات لعلها تكون مشعرة بهذا المطلب. من جملة الآيات الكريمة قوله تعالى وأذن في الناس بالحج، المفروض أن يقال يأتوا رجالا يعني راجلين، ولكن الآية تقول يأتوك رجالا، هذه الكاف ما شأنها هنا؟ يأتوك، وإلا سياق الكلام يقتضي لأن إبراهيم عليه وعلى نبينا وآله الصلاة والسلام ما إلى موقع في الحج، إبراهيم قلب الحج، الإمام المهدي قلب الحج. يأتوك رجالا
وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. لاحظوا الفرق بين يأتوك ويأتينا، هناك بعد ماكو ضمير، ضمير الخطاب. وعلى كل ضامر، الظاهر أن المراد الآبال التي تأتي من الطرق البعيدة، يأتينا هناك، أما هنا يأتوك، كأنه الحج وضع للقاء الإمام، كأنه هالشكل، كأنه محور الحج هو الإمام ولقاء الإمام. الآية الثانية قال الله تعالى: ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. في الكافي عن أبي عبد الله صلوات الله عليه قال في تفسير الآية: لقاء الإمام. ثم ليقضوا تفثهم، قضاء التفث يعني لقاء الإمام، هذا فقط في عهد الحضور كان أو موجود حتى في عهد الغيبة. الآية الثالثة يقول الله تعالى: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس. عن أبي عبد الله الإمام الحسين صلوات الله عليه يقول في هذه الرواية كما في هذه الرواية: فنحن الناس. وفي حديث آخر: يفيض مع الإمام. هذا فقط في عهد الحضور، لو في عهد الغيب أيضا يفيض مع الإمام. في الكافي الشريف عن الإمام الباقر صلوات الله عليه: تمام الحج لقاء الإمام، هذا تمام الحج. يعني كمال الحج لقاء الإمام، لو كل الحج لقاء الإمام، البقية كلها تحيط بهذه القضية. في رواية يرويها في كمال الدين عن نائب الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه: والله إن صاحب هذا الأمر ليحضر الموسم كل سنة. فيرى الناس ويعرفهم ويرونه ولا يعرفونه. إذا في الحج ما كان إلا هذا، أنه واحد يوفق لرؤية الإمام، الإمام يراه وهو يرى الإمام، هو هذا كان كافي، كان ينبغي أن تشد الرحال لذلك. هذه القضية اتفقت. القضايا في الحاج كثيرة، والمنبريون حفظهم الله تعالى ينقلونها في الكتب مدونة، معروفة القضايا، قضايا بحر العلوم رحمة الله عليه، قضايا الشيخ أو قضية الشيخ محمد الكوفي المعروفة، لا أريد أن أكررها. ولكن هنالك قضية اتفقت قبل حوالي 14 عام، أن شيخا كبيرا، شيخ يعني طاعن في العمر، يعني رجل كبير، هذا ضيع في اليوم العاشر من ذي الحجة، ضيع وتاه
وأخذ يمشي على غير هدى، وفجأة بعد مدة طويلة وجد نفسه في صحراء لا يرى شيئا إلا الجبال محيطة به. ورأى أن الشمس كما يعبر فوق الجبل، يعني دا تروح نحو الغروب. واحد في هذه الصحاري وهو رجل غريب، ماذا يفعل؟ وأدركه التعب والإرهاق والتحير، فماذا يفعل؟ الملاذ الأخير والملاذ الأول هو الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه. فالتجأ إلى الإمام الذي أمر الله تعالى باللجوء إليه وابتغوا إليه الوسيلة، وإذا به يرى فردا يناديه من خلفه يقول يا فلان، يذكر اسمه، ماذا تفعل هنا؟ يقول ضيعت. قال هل تريد أن تلتحق بقافلتك بخيامك؟ يقول قلت نعم. قال خذ بيدي، فمد يده، يقول وأخذت يده وانحنيت حتى أقبل يده، فشممت من يده رائحة عطر نافذة قوية جدا معطرة. يقول قبلت يده، في هذه الأثناء جال في فكري خاطر، في أثناء ما كنت أقبل يده، وهو أني هذا الرجل الكبير مبتلى بضيق التنفس، والعطر ما أدري شايفين الأفراد اللي عندهم ضيق في التنفس أو ما شايفين، العطر يضرهم يصيبهم بحالة اختناق. ففكرت أن هذا العطر يمكن يضرني، مجرد خطور في بالي. يقول في هذه الأثناء التفت إلى ذلك الرجل، عندما هذا الخاطر خطر في بالي نظر إلى صدري نظرة. يقول بعدين قال هذه هي الخيمة، الخيمة، شفت خيمتي؟ بعد لحظات أو في نفس اللحظة وفقدته عندما رأيت الخيمة. يقول بعدين أنا رجل مبتلى بوجع الصدر بضيق التنفس وأستعمل أدوية، بعد فترة التفتت إلى أنه لا يوجد أثر من ذلك المرض إطلاقا. واستغنيت عن الأدوية اللي كنت أستعملها، ولم يعد إلي شيء من ذلك الضيق. خاطر خطر في باله ونظرة واحدة، هاي النظرة سوت الشغل. وفي الشعر المعروف أنه هذه الذرة من التراب إذا يلقي عليها أبو تراب، يعني أمير المؤمنين صلوات الله عليه، إذا يلقي عليها نظرة ترتفع إلى السماوات العلا وتنير كما تنير الشمس المشرقة. نظرة واحدة. إحنا ما عندنا مشكلات، إذا واحد ما عنده مشكلة ذاك بحث ثاني. إحنا ما عندنا آمال، إحنا ما عندنا آلام، إذا واحد ما عنده أمل وما عنده ألم هذا يبدو درك ما عنده، شعور ما عنده.
من لهذه، من لهذه الآمال، ومن لهذه الآلام، ومن لهذه المشكلات الخاصة، ومن لهذه المشكلات العامة. نظرة واحدة تفعل أثرها. نحن يجب علينا، ينبغي علينا بقدر الإمكان في يوم من الأيام، ثم يجعلكم شيوخا. واحد بسرعة يصبح شيخا، بعد واحد يقعد في بيته ما يتمكن يتحرك ويتندى. الآن بمقدار ما بإمكاننا، إلا إذا واحد عنده عذر، معذور، عنده محذور، واحد يجب عليه أن يكثر. إذا يقدر يروح للحاج يروح، إذا يقدر يروح للعمرة يروح، إذا يقدر يروح إلى كربلاء والنجف والكاظمية وسامراء المشرفات يروح. لعله نقلت لكم أن جدنا الأمي هذا كان تاجر، وأنا شايف محله في كربلاء. هذا 3 أشهر كان يعطل، كان يقول 9 أشهر للدنيا و3 أشهر للآخرة. كان يروح إلى النجف يبقى مدة، كاظمية يبقى مدة، سامراء يبقى مدة، كان يقول 3 أشهر للعبادة. واحد يجب عليه، ينبغي عليه أن لا يفرق. هنا ينبغي التأكيد أن الأفراد الذين يعيشون في البلاد الأجنبية هذه القضية أهم لهم. ربط أنفسهم وربط أجيالهم بمشهد، بقوم، بمكة، بالمدينة، بكربلاء والنجف والكاظمية وسوريا وسامراء، هذا هواي أهم. لأنه الشيء اللي الآن الحكومات الغربية تحاول أن تعمل أن تفقد هؤلاء هويتهم وكيانهم. ليش ضد الحجاب؟ لأن الحجاب هذا رمز كيان، يردون يأخذون هذا الحجاب. في تركيا ليش الحكومة التركية من قبل عشرات الأعوام إلى هذا اليوم ضد العمامة؟ وبعض الأخوة يقولون إذا يشوفون معمم يمكن يعتقلوا بجرم العمامة، لأن العمامة تمثل الهوية. الأجيال في البلاد الغربية هويتهم مهددة، والفجائع في هذا المجال جدا كثيرة. قبل كم يوم نقل لي أحد الإخوة قضية مطولة، أن رجل متدين قطعة منها كان في إحدى البلاد الغربية، كان يحضر مساجد حسينيات كذا، بعدين انقطع. بعد عام كامل إجى إلى العالم وقال له قضية مطولة. جزء هذه القضية أن بنته ارتبطت برجلين في غفلة، معلوم اللي ما يجي إلى الحسينيات والمساجد وما يروح إلى الحاج والعمرة، وما يجي بنته وابنه إلى الحاج والعمرة، مهدد في تلك الأجواء الموبوء. بعدين اكتشف أن بنته مرتبطة برجلين ما يقدر يعمل شيء. بعدين تزوج أحد الرجلين ببنته، الثاني، الرجل الثاني اللي كان في حياة هذه البنت غضب وجاء وقتل الرجل الأول، والآن الرجل الثاني ماخذيه موديه للسجن، والبنتم في حالة اضطراب، ابنم كذا وزوجته كذا، وفت قصة مفصلة نقلها. هؤلاء الذين يعيشون في هذه الأجواء المشحونة وفي هذه الأجواء الموبوءة أشد ضرورة أنه يربطون أجيالهم الصاعدة بهذه الأماكن.
عندما يأتي إلى الحاج، عندما يأتي إلى العمرة، عندما يأتي إلى النبي الأعظم صلى الله عليه وآله، عندما يأتي إلى أئمة البقيع، هذا الارتباط يبقى والهوية تحفى. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. شرت شموس الهدي بالكلمات، فنارت الأفهام بالآيات. أسرج بنور العلم عقلا نيرا، وافتح من الألباب كل جهات. فالكنز علمك حين تنفقه زكاة، والمال لا يزكو بلا نفقات. بين الظلام وبين نور مشرق، هدي ينير الدرب.